بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يطلع عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، والذي نتطرق فيه للعديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية، فإن شاء الله تكونوا متابعين ومستفيدين في نفس الوقت مستمتعين معنا. حلقة اليوم ودي أتكلم عن مشروب يعتبر من أشهر ما يشربه الناس حول العالم، ودائما تأتي الدراسات أنه المشروب الأول استهلاكا حول العالم. تقدرون تتوقعون شنو هذا المشروب؟ هذا المشروب الموجود قدامي الحين وقاعد أشربه، يمكن بين فواصل التصوير، ألا هو الشاي. الشاي يعتبر من أشهر مشروب، يمكن مؤخرا قامت القهوة تنافس، لكن سابقا كان الشاي هو رقم واحد. فودنا في هذه الحلقة نفصل على الشاي، أنواع الشاي، فوائد الشاي، مساوئ الشاي، وشنو الطريقة الصحيحة لاستهلاك الشاي. طبعا الشاي له أنواع، الشاي الأسود يسمونه بلاك تي أو الأحمر احنا نسميه، والأسود يسمى باللغة الإنجليزية، وهناك الشاي الأخضر، وهناك الشاي الصيني أولونغ، وهناك الشاي الأبيض. طبعا بعض الناس يظنون أن كل شاي له شيرة معينة، لا، الصحيح هو أن كل أوراق الشاي تأتي من شجرة الشاي، هي شجرة واحدة. طيب شلون يسوون شاي اسود وشاي اخضر وشاي صيني وشاي اولونج؟ هي عمليه تجفيف وتخمير ورقه الشاي. فاذا قلنا ان الشاي الاسود هي اكثر اوراق الشاي تخميرا او اكسده، فيصير هذا اللون لون الشاي الاحمر، وان الشاي الابيض هذا الخفيف جدا هو اقل انواع اوراق الشاي اكسده او تخميرا. طيب اذا قلنا ان الشاي الاسود اكثر انواع الشاي او اوراق الشاي تخميرا، الشاي الأخضر يعتبر مشروب أيضا يعني مشهور جدا، يمكن خاصة في الدول الآسيوية، هي أوراق الشاي تعرضت لعملية تجفيف وتخمير متوسطة، فصير نكتها أقل من الشاي الأحمر أو الشاي الأسود. بينما الشاي الأبيض هي أوراق الشاي قطفت وجففت تجفيف خفيف، بعدين خلاص يعني تقدر تشربها، فلذلك موضوع الأكسدة اللي فيه قليلة جدا. والشاي الصيني هو ما بين الشاي الأخضر والشاي الأبيض. يمكن لعشاق الشاي في نوع يسمى الاير غراي تي أو شار اير غراي. شاي اير غراي هو شاي أحمر أو شاي أسود يضاف له عشبة تسمى البرغموت. البرغموت هذه نوع من أشجار البرتقال. طبعا ليش سمي اير غراي تي؟ هذه لها تسمية تاريخية، كان رئيس وزراء بريطانيا أيام الاستعمار البريطاني للهند كان يحب الشاي بورقة البرتقال، هذا يعطيها شوية فروتي، طعم فروتي، فسمي هذا الشاي إير غراي، وشاي إير غراي يعتبر شاي أسود. طيب الفرق بين الشاي الأسود والشاي الأخضر نفس ما قلنا بتخمير الشاي. فالشاي الأسود في نسبة يعني عالية تكون من الكافيين، بينما الشاي الأخضر نسبة الكافيين اللي فيه أقل. لذلك نقول إذا الشاي يسهرك أو يضايقك تقدر تخلي الشاي المسائي هو الشاي الأخضر أو الشاي الأبيض. صراحة الشاي الأبيض إذا قلنا أن فيه أقل نسبة كافيين، فالشاي الأبيض يحتوي على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة. طبعا الشاي يعتبر مشروب طبيعي ومفيد. ليش مفيد؟ الشاي بأنواعه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة اللي تسمى الفلافينويد والبيليفينولز، وهذه مضادات الأكسدة مهمة جدا لجهاز المناعة والوقاية من الأمراض والوقاية من السرطانات. كل أنواع الشاي تحتوي على مضادات الأكسدة، لكن سبحان الله الشاي الأبيض والأخضر ممكن شوية مضادات الأكسدة اللي فيهم أعلى من الشاي الأسود. هل يعني ذلك أن الشاي الأسود مو مفيد؟ لا، الشاي الأسود مفيد جدا، لكن مضادات الأكسدة شوية أقل قليلا من الشاي الأخضر. خلنا ناخذ فاصل قصير ونرد نكمل في عالم الشاي. ورجعنا لكم بعد الفاصل والحديث متواصل حول عالم الشاي، وفصلنا أنواع الشاي، شاي الأسود والشاي الأخضر والشاي الأبيض والشاي الصيني، وقلنا أن الفوائد موجودة جدا، وقلنا أن الشاي الأسود هو أعلى أنواع الشاي احتوان على الكافيين، والشاي الأبيض والأخضر يحتوي على كمية أقل من الكافيين، وهذه معلومة مهمة حق الشاي يسهره. أيضا ترى مو كل شاي أسود الكافيين اللي فيه متساوي. على سبيل المثال، كل ما خليت الأوراق تنقع بالشاي أو فحته أكثر بأوراق الشاي، كلما زاد الكافيين. فكلما خليته يعني خليته ثقيل،
كلما زاد الكافيين، وكلما يعني خليت مثلا الاوراق بالمطاره كلما زاد الكافيين الموجود فيه. فقلنا الشاي مشروب مفيد جدا. طبعا الناس يشربون الشاي طبعا مو للفوائد، الفوائد هذه زينه، لكن يشربونها لعمليه المزاج وعملية نسميه يعني عشان الوقاية من الصداع، هذا عشان موضوع الكافيين. الكافيين بالشاي مادة منبهة للجهاز العصبي، واحنا كأطباء نقول هذه المادة مفيدة جدا. صباحا تشرب شاي عشان تصحصح، عصرا وانت تشتغل بالعكس يعتبر مشروب صحي جدا ومشروب رائع جدا. إنه طبعا ما كثرت سكر، وهذا يمكن راح يعني خليها حق آخر الحلقة، لكن كمية الكافيين بالشاي متوسطة. لكن نقول احنا ضد الاسراف، قلنا الشاي مفيد بس ما ينفع تصير مسرف شاي، تشرب لي مطباره كبيره من الشاي، لان كثره استهلاك الشاي يعني كثره كافيين يعني الضغط ممكن يرتفع عندك، وايضا تصير عمليه ادرار البول وجفاف من الجسم. فحدك 3-4 أكواب من الشاي كذي الشاي يصير مشروب مفيد. شيء ثاني، ما ينفع تحط كميات كبيره من السكر بالشاي، بس الشاي مفيد، لكن اذا حطيت كميات كبيره من السكر، بعض الناس ما شاء الله بالاستكانه يحط لي قفشه وقفشتين وثلاثه ويشرب له 3-4 استكانات، قاعد تدخل كميه كبيره من السعرات الحراريه والسكر في جسمك. تعود على مقدار قليل او معتدل، والافضل تتعود على شرب الشاي نفسي من دون سكر، واذا تعودت عليه راح تصير امورك ان شاء الله تمام. يمكن نختم موضوع الشاي، هو موضوع علاقه الشاي بالحديد. هل صدق ان الشاي يحرق الحديد؟ الاجابه لا، الشاي ما يحرق الحديد، لكن الشاي بعد الوجبات قد يحبط من امتصاص الحديد اللي كلته مع الوجبة. فإذا كان عندك أو عندك فقر دم أو حديدك على الحفة، نقول لك أجل تناول الشاي إلى ما بعد 2 أو 1.5 ساعة من الوجبة. لكن إذا حديدك عالي بإمكانك تشرب الشاي بعد الوجبة. خلاصة الشاي، الشاي بأنواعه أحمر أسود أخضر صيني أبيض، يعتبر من المشروبات الطبيعية المفيدة طالما أنت قاعد تشربها باعتدال بمقدار 3-4 أكواب باليوم، وطالما ما يعني حطيت فيه سكر وايد. وقلنا عادة الاستغناء عن السكر من الشاي عادة مفيدة جدا ننصحكم فيها. والنصيحة الأخيرة فيما يخص الشاي غير الاعتدال، هي أن إذا عندك فقر دم بإمكانك تشرب شاي، لكن لا تشرب شاي بعد الوجبات مباشرة، وإنما خل ساعة تقريبا يعني 1.5 ساعة تقريبا بعد الوجبة، بعدها استمتع بطعم الشاي. أتمنى حلقة اليوم فادتكم واستفدتوا فيها عن عالم الشاي المفيد واللذيذ. ونشوفكم إن شاء الله في حلقة أخرى. تابعونا غدا، خلصنا من الشاي طبعا، المشروب المنافس للشاي شنو هو؟ هو القهوة. إن شاء الله غدا في نفس هذا الموعد راح نفصل في القهوة نفس ما فصلنا في الشاي، لأن القهوة الحين ما شاء الله هبت القهوة، يمكن الجيل الجديد يحب مشروبات القهوة صار أكثر من الشاي. على أمل لقاء معكم غدا وحلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. نشوفكم إن شاء الله على خير، مع السلامة.